هنا احنا شايفين صورة تخيلية بعد عمر طويل. يعني حضرتك بتكتبي وصيتك، ربنا يطول في عمرك ويديك الصحة وطولة العمر، لكن لو قررتي تكتبي وصيتك هتكتبي ايه؟ هكتب اني مش عايزة عزا يتعمل لي. ليه؟ بحضر عزوات كتير ما ببقى انا حزينة، والمحزونين او الحزانة قليلين، اللي بيتكلم في قصة مش عارف فيلم، واللي بيتكلم في قصة حياة، واللي بيتكلم في قصة طبيق، واللي بيتكلم يعني مش حاسين بال كأني عضو واجب. مش من قلبهم. فده انا مش بتمنى لنفسي، بتمنى كده اروح لربنا وحيدة كما انا وحيدة، واعيش حياة طبيعية جدا مع ربنا، واروح بعد ما ربنا بقى يسامحني على كل حاجة في الدنيا غلط عملتها. ممكن في يوم من الأيام تكتبي في الوصية تبرعك بأعضائك؟ والله إذا كان في بشر محتاج ده، الحي أبقى من الميت. ليه لأ؟ لأن اللي بيموت ده خلاص بروح عند ربنا، جسد دفاني. طبيعي طبيعي، وده هيبقى شيء كويس مني، يعني من روحي. بقى خلاص، هي بقى الحياة كده، والإنسان لازم يؤمن إن في آخرة، وفي بداية وفي نهاية، وفي ثراء وفي فقر، وفي لازم كل حاجة الإنسان يعترف بيها بالواقع. فمش عارفة أكتب وصيتي إن ربنا يغفر لي ويسامحني ويجعل آخرتي كويسة، يحسن آخرتي عموما يعني. آمين يا رب. عموما دلوقتي